على قدم وساق تعمل عناصر كوكبة الدراجات النارية التابعة لسرية الدرك الملكي ببوزنيقة من أجل إقرار احترام الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية. المكان الطريق السيار الرابط بين مدينتي الرباط والدار البيضاء على مستوى محطة الأداء ببوزنيقة. عناصر فرقة الدراجات النارية التابعة لسرية الدرك الملكي تبرهن عن تعبئة كبيرة لضمان احترام الإجراءات التي فرضتها السلطات العمومية بالمملكة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وفي ظل استحسان كبير من المواطنين. وتعمل عناصر الفرقة ليل نهار على مستوى السد القضائي على القيام بعمليات المراقبة والتحقق من الوثائق والتوعية والتحسيس، كما تقوم بالتفتيش التلقائي لكافة العربات والدراجات وشاحنات الوزن الثقيل التي تستعمل هذا المقطع من الطريق السيار، وذلك بهدف ضمان الاحترام الكامل لإجراءات حالة الطوارئ الصحية وتفادي إسهام التنقلات بين المدن في تفشي الفيروس. ولحماية رجال الدرك في الخطوط الأمامية، فإن جميع العمليات تجري في إطار تطبيق الإجراءات التنظيمية واحترام توصيات الوقاية الصحية من ارتداء الكمامات والواقيات والتباعد الاجتماعي. فلسان الحال يقول لا تهون مع ما يمس صحة وسلامة العناصر المنتشرة في الميدان. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.